تحدي نعيش في البر بالأدوات اللي تطلع لنا. راح يكون في فريقين وكل فريق راح يكون عنده خيمة، ولكن في شنطة فيها أدوات. راح تعيش يوم كامل بالأدوات الموجودة في هذه الشنطة، ومين الفريق اللي يقدر يعيش في البر بالأدوات اللي تطلع له. صارت أحداث جدا قوية وتبادل أدوات وأشياء كثيرة. مستعدون كل فريق الآن يختار خيمة، وانت وحظك الأغراض اللي تطلع لكم. أنا وفريقي دحون كالعادة. كمان يا عبدالله، هل نستطيع العيش في البر بالأدوات اللي تطلع لنا أو لا؟ تجربة كشتهي بس بطريقة مختلفة. يلا يلا يا سعود. فريقي اختار. اختر انت مؤول. لا انت، انا الضيف وانت نصيحتي دحوم، تبي هذه ولا ذي؟ اخضر ولا بني؟ شوف الاخضر ها يعني بكل اعطيك اشياء زراعية. على كيفك. اشياء بكل اعطيك اكل. طيب انا اختار هذه خلاص. مع خلاص ما في تغيير. اكيد اكيد، يعني يطلع لك يمكن قرة ما تاخذها. خلاص خلاص نفتح الحين. يلا يا فريقي روح هناك، بنروح نفتح الحقيبة الخاصة فينا. وانت ايه لو سمحت عيشوا لحالكم. ترى لحظة مطقمين مطق ما تشوف. لا نفس اللي صراحة كذا. بس قبل ما نبدأ طيب شباب لا ينسون زين اللايك. سعد بالله قلنا سعد لايك يا شباب. ها محمد عليك. طيب يا شباب راح نحط عندكم كاميرا هنا واحنا كاميرا، وراح ندخل الحين كل واحد الخيمة تبعه، وتحدي البقاء في البر باستخدام الادوات اللي تطلع لك في الشنطة. يا رب يطلعنا شيء حلو. يلا مع السلامه. خلاص مع السلامه حبيبنا. بس في ممكن تعاون شوي بسيط. نشوف على حسب يطلع لنا. يلا اوكي دحوم فريقي، الان بندخل ومعنا الشنطه فيها الاغراض. ما ندري وش. لا تفتح لا تفتح الحين كذا بس كذا. اي خلاص الحين خلينا ندخل جوا اول ونفتح. يلا تفضل. ثقيله والله. طيب افتح افتح الخيمه حقتنا. اوكي دخلنا الخيمه حقتنا. انا بصديق ما والله. واحد اثنين رز. هذا جيت رز حلو. رز وش فيه بعد؟ دقيقة حبة 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 حبة. طلع الرز حلو. عندنا رز يعني نقدر ناكل. حلو رز نطبخ. هذا نقدر نعيش فيه يومين مو بيوم. دقيقة هي مويه، انها مويه قرا شوية. ونشوف ونصبر شوف ما تكفينا. طلع لنا مويه يا شباب. هذه حلوة. الشرب تكفي. ما تكفي حتى الشرب. عشان كذا تحدي البقاء. اوه شاي. بسم الله بدينا. يا سلام. لا هذا التدشين. يلا يا عبد الله خش خش الخيمه. تعال تعال معي. شوف خيمه ذولي مساكين ذولي. ثقيله والله ثقيله. خش 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 جوا. افتح 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 الشنطه. بسم الله والله منتفخه. يا رب يا رب. شوف حلو. وش ذا؟ وش ذا؟ ترك المويه والله كبيره. يا سلام يا سلام. حليب حليب حلو. والله طبخت حطب. حطبها واحده. كم واحده؟ كم واحده؟ واحده كذاب والله واحده. اوه حلو. هذا وش هي؟ خلا 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 فريق صغير. طلع لكم. اي اي ايش تبي؟ فريق عندهم. اقول راح راح بس عندهم فريق. اي اي شفته؟ اصبر. تفاح حلو دحوم. حلو نقدر ناكل تفاحه. ماينكرافت ذي حلو. حطب حلو. هذا حطب. لا نقدر تصنع شاي فيه. اهم شيء الحطب. نشوف ثلاثة بعد. بصل حلو. افتح افتح شوف وشو. شبعت شبعت فيه. قدر والله قدر كبير تو نستوعب. حلو قدر. حلو نطبخ. لحم يا حبيبي. لحم انا سمعتك تقول رز ان اللحم. سعود طلع لنا لحم. ابو موعدك موعدكم موعدكم صغيرة. اقول فارق بس. لحم بطاطس هذه اكلة حلوة. بطاطس ايش بعد؟ خل نشوف خل نشوف وش الشطه ذي. هذا هذا وش يرحم الله يرزقه. هنا تحط ال هذا وش هذا؟ هنا تحط ذبه كمخيسه. حط 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 شط 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 شطه يا حبيبي. تروح مستعمله مستعمله الله يرزقك. هذه تعرف اللي تكون عند المطبخ لاسبوع. شاهي حلو. شاهي طلع لنا شاهي. وش طلع لنا بعد؟ زيتون. في زيتون هنا. اي والله زيتون. هذا شوف ملقاط ملقاط حلو. ليمونه. ايش ليمونه دول ما ليك شيء. اقل ناكل بصل على الأقل تشبع. حلو بصل ليمون بصلة ثانية. أوه وش هذا؟ وش هو؟ أوبا 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 يا رجال ما عنده شيء. وش وسطها؟ بيرة واحدة. لا بيرة واحدة بس. خلاص هذا تحدي البقاء اللي يطلع لك تعيش فيه. وش طلع عندنا بعد؟ أسمع شاي ما في شيء. فوطة. حلو بس هذا. أي في حلو في ملعقة هنا. وملعقة. حلو. وحقت اللي تبشر ذي ما أدري وش هي. وملعقة. حلو بس كرة دي هذه اذا في شيء سف الواحد فيه هذا الخصم. شوف خصم لي هناك. هاي ايش تهجم انت؟ شكرا والله ما رجعها. خلها طلعت لهم كورة. هلا هلا ما في ليش ترجمها ليه؟ بس مزح. يلا بس يلا شوت. لا تزعجونا. سكر سكر سكر. شو هذول متحمسين بزيادة. تعال كمل اغراض. عندنا هذه الليفة وعندنا هذه المغرفة.
عندنا اخر شيء السكين. حلو طلعنا والله حلو، اغراض حلوه. حلو حلو اغراض حلوه. شفت قدر مويه كبيره تحت، ما طلعنا لا رز ولا شيء يعني. طيب شباب، هذه الاغراض اللي طلعت لنا في الشنطه بس، تخيلوا بنعيش الكشته هذه بالاغراض هذه. صح. اتوقع ما نقدر عضنيها. ما نقدر نعيش يا دحوم او ناكل الا من الرز اللي عندنا. لا عندنا ليمون. ليمون وش تاكل ليمون؟ حلو اسمع، فالطبخه اللي بنسويها انت اللي جوا عليك ونقش عليه. لا اسمع، الطبخه اللي بنسويها رز. رز وبصل. حلو رز وبصل ومع عصرة ليمونة كذا. حلو. لا اسمع بس مشكلة. بعدها وش تاكل؟ بعد الرز شاهي مع زيتون. الله. صح عندنا شاهي وزيتون، تفاحة بعد، تفاحة انساها سناك. خلاص الحين بنشب الضوء انا وخوي دحوم وبنسوي رز. في احد ناداني ولا شيء؟ لا ما حد ناداك، توكل بس. خوفتنا. طلع لهم ليمون. هاي هاي وش ذا؟ وش تبي انت؟ كم حطبة ذي؟ وش؟ وخر بس وخر. كرتنا. طيب كرتنا. لا في ليش تهجمها؟ يلا خل الجيران يا حبايب. لا مو بالحين. ايوه يا دحوم يا صديقي، نبي نشب هنا 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 هنا. وش حليب؟ ايش تقص صوت؟ وش وش حليب؟ وش حليب؟ خلنا يا اخي خلنا بحالنا يا اخي، اتق الله يا شكل يقول عندكم شيء احسن من بلوه. يعني وش تراها مفتوحه الكل شيء والله. كانت حلوه لحم وبطاطس. لحظه بطاطس وحشطه. وش عندكم شطه؟ وش وش طبخ الطبخ حقهم؟ وش رز؟ رز يا الرحم. عندهم بريك صغير الله يرزقهم يا شيخ. الرحم ذا شغله واحده كذا ولا وش تبي؟ عندك بريك؟ لا لحظه لحظه، عندك قدر؟ لا. صح وشو مطبخ لنا رز؟ عاد عاد حط يد دحوم ولا شيء. والله وشو طب نعطيكم ايه؟ نعطيكم بريك وتعطونا ذا. ايش نبي في بريك؟ عندنا لحم انه شغله. بس بس خلينا نقرر الحين شلون نطبخ. طيب طيب دحوم الحين بنشب هنا وبنسوي الرز ان شاء الله. كيف نشب؟ ولاعة، جيب الولاعة. ولاعة بيه ولاعة بالله. طيب هذا اللي ما طلعت لنا ولاعة. اصبر 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 شباب، عندكم ولاعة؟ في ولاعة؟ ما ادري ما في ما ولاعة، بس بنشب الضوء. هي عندنا وش اسفنجة؟ شوف ما عندي شيء انا. جيب ولاعة عشان تشبون. ما طلع لكم ولاعة؟ لا كذاب والله ما شفت شيء. صدق والله ترى هنا 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 في درج. شكل عندكم مخبينا مخبينا. شوكة والله عندنا شوكة جديدة. ايش تبي يا اخي؟ ابي ولاعة. شوكة شوكة شيك شيك شنطة. هي انت الحين في ولاعة شيء؟ يا ولد لو ما في ولاعة ما نقدر نشب. وش والله؟ قل والله والله حلو والله. هذا جمر اظن جمر. هذه وش كيف تبي تشرب؟ الله حلو. ما طلعنا يا اخي، شلون شلون نشب؟ توكع الله. شلون والله ما طلعنا؟ توكع الله. شلون نشب؟ يلا انقلع استر عنا. يلا بس يلا ناكل ني ولا وش؟ دبر عمرك. يلا ما يدخل. انا احنا السحاب. افتح السحاب افتح. احنا لقينا في السحاب ترى، لقينا في السحاب ولاعة. ما راح يقدروا يشبون. يس معنا شيء ما معهم الولاعة. الحين نشب. اسمع بنسوي رز. اي بس ما في قدر صح؟ شو نسوي رز؟ رز على طب اسمع اسمع اسمع، عندي اقتراح. رز على الرمل. قبل بنشب النار حقتنا واروح لهم بقول لهم بعطيكم الولاعة بس تعطوني القدر. طيب اهم شيء طلعتنا الولاعة يا دحوم، صح ولا لا؟ صحيح. خلونا نشب ضونا وما علينا من الفريق الثاني، اهم شيء ان امورنا ايش؟ تمام السليم. صح ولا لا؟ صحيح. وبكذا مولعت. بس يا رب يوافقون انهم ياخذون الولاعه مقابل ايش يا دحوم؟ القدر. القدر عشان نقدر نسوي رز. طيب للاسف ما طلعنا ولاعه يا عبد الله. إيه والله وش نسوي الحين؟ والله اصلا وش الطبخه يعني؟ ما ندري نطبخ بطاطس. والله بطاطس بس عندنا لحم. عندنا لحم. لحم الحمد لله ترى احمد ربك يعني. بس هم الحين المشكله وش هو؟ ما معنا ولاعه. اي والله هذا والحطب شوي. طبه واحده هذا المشكله. فامشي انا وياك. طيب يا عبد الله شوف جمعت حلو. هذا كله الحين بنروح هناك ها، بس يبينا زياده ولا؟ والله حلو. شوف 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 والله اسطوره يساعد. معليش الشباب التصوير مو واضح. بس وش اللي مو واضح؟ وضح لهم يا اخي. شوف الخضار. شوف النعمه. شوف شوف ما شاء الله. طب شوف خلينا نروح الحين هناك. حلو. ونغايظهم بالولاعه يعني، مثلا نعطيهم شطه. ايوه نعطيهم شطه يعطون عرض. نعطيهم عرض. ويا سلام هذه ضونا جاهزه. طبعا حطينا المنقل او المنقد لكل الفريقين. اوكي بس يا رب يوافقون. اوه شوفهم هناك يدورون حطب ومدري وشو حشائش اكيد. عادي يا رب يوافقون على العرض علشان ايش؟ عشان القدر. والقدر تعال 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 نشوف اغراضهم. سريع سريع سريع. شوف والله عندهم لحم شطوا. لا اوه والله كذا قشر كشارة البصل بصل على وش شط بطاطس عندنا. طيب بس اصبر عندهم اغراض نحتاجها وهم عندهم اغراض يحتاجونها. طيب عبد الله جمعنا حشائش الان وقت الشبة. سلام والله. بس يا اخي المشكله ولاعه ما نقدر نطبخ ولا نسوي شيء. والله مشكله هذه. بس والله جمعنا حشائش واجد يا. طب اصبر الجيران نمر على الجيران نشوف ايش عندهم. نروح نروح. يا السلام عليكم.
السلام. كيف الحال يا الجار العزيز؟ قاعد صور سناب لا تزعل. يا اخي قفل السلام يا اخي. يا اخي ما شاء الله. ايش تبي؟ يا اخي نبي الولاعه بس. لا قلنا لك قدر مقابل ولاعه. سعد اسمع اسمعني، هم بيطبخون رز لازم قدر، بس ان لحم نقدر ندبر نفسنا يا اخي. اخي ما تبغى ولاعه؟ تبغى قدر؟ هذه يا تعال وش ولاعه. طب ما القدر يا اخي نبي. يا اخي انت هنا بالقدر يا اخي، انت لحم هم رز. خذ الشطه. طبعا لا ولا تشغلنا، نبغى القدر يا اخي. يا اخي خذ الشطه ومقابل. لا. لا تلعب علي يا اخي. اسمعني انت والله يا شباب. هذا حق صفقات. فاشل والله. سعود تكفى اكثر الشر يا سعود. والله فاشل. اسمع اسمع يا سعود، اسمع العرض يا سعد. نعطيكم قدر وتعطونا ولاعه، انتم رز ولكم. طيب يلا بس ترجعها بسرعه. ايه طيب يلا جيب القدر ونعطيكم الولاعه. خلاص خذيت خذيت. اوه خذ الحطبه حقتهم. والله تشتغل. لقيتها في البر هنا واخذتها. خير ما لنا دخل. والله يغش. ليش تاخذ هذه؟ راح منك خيمتكم بس. والله شباب شوفوا شبت نارنا. شبت نارنا والقدر معنا. والله اسحب كلمتي يا سعد. كفو يا عبد الله. هذا صعب بالله فاشل. هذا الذكاء. انا اوريكم والله. أنا أوريكم. زرفناكم والله. انت تحتاجون. يا اخي ما احب الجيران غثيثين يا اخي. اطلع يا اخي. شبت شبت يا شباب. شبت يا حبيبي. سعد قل من شبها. من شبها سعد. كفو. اسلم. وقت الحليب بعد ما زرفنا الحطب حقتهم شبينا النار. نارنا يا سعد. بينها حليب. والله بينها حليب. بسم الله. يا سلام. شوفوا شوفوا شباب النار. شوفوا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. يعني تبي تطبخ كبسه ايش تبي بس؟ والله اذا تبي رز يعني. والله اذا تبي تحط يعني اللي تبي يا حبيبي. ها سعود اوريكم رز يا حبيبي. اوريكم سلوب. ما شاء الله بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بس بس يا سلام يا سلام. بس ما عندنا شيء نشرب فيه. اوكي ما عندنا ادوات فقررنا والله راعي حلو. شوف شوف كذا. ها نص لي ونص لك. امسكها امسكها هذه. تمام. تفاح تفاح يا تعبان. نوم نشرب ذي عادي. نشرب فيها وش المشكلة؟ عندنا موية. عندنا موية كثيرة الحمد لله. شوف خلنا نغطي القدر بس. نغطي كبستنا. سلوب نحتري بس شوية. ها نشوف ذول ايش عندهم جيراننا. خل 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 نسير. نعم وش عندك؟ الله بنسوي شاهي الشكر لله. ما في الا شاهي. عندكم مويه؟ عندكم كل شيء؟ ناكل تفاحه. حلو صح. الرحمن عندهم كو يرحم. عنده زيتون. يرحم زيتون مع رز. ليش الله يرزقه؟ ليش تراني انا ليش جايهم زيتون ذولي؟ الله فطور. طيب يا شباب هذه ضونا وكل شيء تمام. خلنا نشوف شو عندهم. اوف ايش طابخين هنا ذولي. السلام عليكم. هلا بالجار الحبيب. هلا والله. هلا والله. والله عساكم قررتوا تعطونا القدر. لا والله نفك. تدري وينه؟ هذا هذا لا يا اخوي هذا على مقاسكم. انا اوريك شوف القدر وين. اوف واخو شوف شو مسوين هنا. حليب. خلي الحليب. لا ما نقدر فصل حليب. تخطط قدامي. اطلع بس اطلع. شايفينك عارفينك تضرب. سوي كذا يعني وش فكره؟ اي ايش تبغى؟ شوف بالله شوف الدلع. اوف لحم. سعود بالله طلع لك كوب نشرب فيه حليب. بياله واحده طلع لنا. بس بياله؟ ايه. طيب تاخذها وتعطينا وتعطيك ذي؟ لا 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 ابغى القدر. ابغى القدر. نفكر نفكر. راح 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 اسوي فكر فكر. وراح اسوي لي شاهي بس. تعال دحوم صديقي. هذا شاهينا. عطي مويه دحوم. عطي مويه سريع سريع. نبغى نصب مويه بس لازم نوفر علشان نسوي شاهي. صوب. ايوه بس 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 وفر مويه وفر مويه وفر مويه. ايوه حاره النار حاره. بنخلي هذا هنا طال عمرك وبنسوي لنا احلى شاهي. ما شاء الله خلص الحليب. يا سلام يا سلام بالله. الحين اللي بنصبه في السلوم. بس 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 يا اخي يا اخي ابعد يا اخي. راح سعد سعد خويك. سعد سعد خويك. اعطانا عين اعطانا عين. راح راح نسيق. صب صب يا عبد الله. فكره ايش رايك نصبه هنا؟ وين وين؟ عط انا مفكر فيها ذي. صبه هنا صح ونص انا نص. انت بعدين نغسله. صب لي صب لي صب لي. عندنا مويه واجد. صب صب بالله. عطنا عطنا شوي. صب يا عبد الله الصب. ما شاء الله ما شاء الله. ترى عندنا زياده حليب. بس 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 عندنا زياده. عندنا بس بس خلني اذوق الحليب يا حبيبي. شباب حليب من النار اللي سرقناها من الجار الحبيب. بسم الله. والله لها طعم. طعمها اجمل يا شيخ يا سعود. صب الحين بخلص ونغسله وخلي عبد الله يشرب. البقاء الاقوى يا حبيبي.
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اشرب 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 نجرب الحليب. اشرب اشرب اشرب. والله ما شاء الله ذي الحطوبه ذي حليب مبخر ما شاء الله. والله ها ايه شوف وش والله اذا ما جبتوا القدر شفت شلون يا ويلك. قوم والله قوم. تبي حليب؟ لا ابا عندنا شاهي والله. الله انه طيب الحليب. عطى عطى بياله عطى بياله دحوم عندنا بياله عطى بياله تكفى شهر. والله يبيلها شاي. والله يبيلها شاي من ذا الجو. فيقي الله ضبط شاهينا ولا لا؟ صب لي احلى شاهي. اسلم بريك الصغير حقنا ذا. لا شوفوا شوي. اوكي دحوم ابشرك ضبط الشاي حقنا. بسم الله. شوف 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 دم غزاله ايش الدم ذا. يا سلام على الاقل عندنا شاهي. هذا من نعناع يا ذا. شو رايك؟ الله شوف بنشرب شاهي احنا. وش فيه انت؟ وش فيه؟ ازعجتنا يا اخي. ايه نتغدى الحين. قبل غدا نروح. المشكله ما نقدر نسوي غدا ما عندنا قدر. لكن لا بس دي بعد غدا لحم. لا قل لا هلا والله في بس احنا اسمع بحاول اقنعهم. مجنوني مجنونين صدق. الله يا مجنون. وش عندنا يا عبد الله؟ شوف انا اقول طريقه شوي. ايش رايك اسعد؟ اسمع اسمع تكفى. خلنا نعطيهم القدر ونشوي لنا ان ما نبي قدر. علمني تشوي على وش؟ هذا الخشب ذا هذا يا اخي مسوي لعنا سيد حياه الريفيه. اي بس كنا يعني نسوي سمك على انت. وش الفائده تعطيهم القدر؟ وش الفائده؟ يعطونا شيء خلك ذكي يستفد منهم هم. ما عندهم شيء. هم عشان ياكلون لازم قدر فانت استغل اللي عندهم. طيب ايش عندهم؟ عندهم رز. سعود سعود تعال في النص في صفقه. اكيد صفقه تبادليه. اكيد اكيد. اوكي اين الصفقه اللي تقولونها؟ مساء الخير يا الجار. هلا وسهلا. شوف يا حبيبي فكرنا انا وعبد الله وقررنا ان بس الغداء ما يكون لحم يكون رز من عندكم ولحم من عندنا. هات القدر. شوف نعطيك القدر بس مقابل تعطينا رز اذا طبخته تعطينا جزء. طيب وش رايك؟ وش تعطوني القدر عشان اقدر اسوي رز. حلو. واذا سويت الرز بعطيكم جزء شوي من الرز لكن تعطوني لحمتين. دقيقه دقيقه تشاور شوف شوف ما يبغون يعطونا شيء. اقول لك هم ما ادري ايش فيهم. اخلص. لا 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 صدق موضوع كذا. شوف تعطي زياده تعطينا من الخضار عندك بصل وكذا. خلاص عندك بصل تم خلاص. بس شوف اللحم الجزء الاكثر لنا. خلاص خلاص اسمع اسمع 50-50 لان بنعطيكم قدر. لا 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 مو 50-50 الجزء الاكبر لنا 70%. يعني طيب اخلص جيب القدر انت واخويك ذا شغلتوه. ترى مو مغسول نعطيك مو مغسول يا اخوي. وش عندكم مويه اكثر منا يا اخوي؟ حليب في حليب يعني شوي يجيك سليق الحين. بس اغسل هات كنت مو بحار مو بحار. خلاص غسلينا شوي. ابشرك يا صديقي يلا مشينا نسوي رز. وين الرز وينه؟ الرز عندنا جوا. يلا اخلص ما طبخت. تعطينا القدر تقعد تذلني. ما طبخت يلا جوعانين. بس سوي اللحم. يلا نبي رزنا يا اخي. والله لو اللحم تاخر ما لكم رز. لحظه وين نسوي اللحم انت؟ اسمع الرز وين يحطونه؟ اللحم لازم تساعدونا. اسمع اللحم وين تفكره؟ مشوي. شوف هذا 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 عندكم زي عندكم زي هذا عندنا زي يا هو يا هو شوي صح صح إيه صح صح قوي كنا والله قوي. هذا ترى دايم رزهم. تعال تعال ما عليه منهم في القدر ياكلون الرز هم. اسمع يا صديقي اعطونا القدر في حليب. شوف مش نظيف ابدا. قلت لك عندهم ليفه خلينا نقول ناخذ الليفه. ليفه عندهم خلينا نشوف يا رب يعطونا. السلام عليكم يا اخي. لا تغفر يا الجار العزيز خلاص بيننا حدود يعني. طيب ابي ليفه. وش عندك ليفه؟ تبي رز بطعم الحليب ولا لا؟ لا حبيبي الليفة تبي ليفه؟ تعطيني شيء زياده يا اخوي. خلاص يا اخي لا ما تبي كذا ولا راح اغسل بيدك. لا ليه النشبه الليمون. ليمون لحم بالليمون. انا ما احب اللحم الا بالليمون. ليمون وبصل. عطى ليمونه. خلاص بعطيكم بس اعطونا وش. يلا ليمونه مقابل ليفه. لا 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 سريع. بصله 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 بصله. لا لا البصل مقابل قدر يا اخوي. بصل مع لا 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 عليك. ايش عندكم زياده فوطه؟ يا حوم سعد شو اسمك انت؟ انا فهد. شو اسمي؟ سعد. سعد هي يا اخي بتسوي مشوي لحم تبي بصل؟ عطني بصل وليمون. طيب يلا بصل وعصرة ليمون يا اخي. تمت الصفقه يلا صور صور يلا بصف وجهك. نظف 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 دحوم بننظف. وين ابو؟ والله ما يمدينا. هي هي روح لهم قدام يا الجار العزيز. سعود قايل لك انا في حدود بيننا ترى ما في مويه. طيب وش بخلصت؟ صب لي شوي. انا عارف اني مزيتكم. انا عارف اني مزيتكم والله بس انا عاد اخوي ترى عندنا اهلنا يا اخي. بيننا حدود والله. معليش بس مويه شوي عشان نسوي الرز. والله في شباب مقابل مقابل يا اخي. ما ليمونه؟ لا يمكن كثر الرز. لا 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 شيلك بس شو اللي كثر الرز؟ هذا بكثر هذا شيء اجباري. شاهي ابشر. والله بصبت شاهي. ابشر يلا يلا الحين بيالة الان بس لا لا تجيب لي بيالة بحش.
فين تعال يا صديقي راح صور صور تكريم ما شاء الله. يلا صب شاي مقابل مويه. آه شوف كفي. لا لا افتح انت ايش هبلين انت. صب صب المويه. طيب انا ودحوم خلاص ضبطنا الامور، باقي نحط القدر زي ما تشوفون بنوريهم شوي. هذا رزنا طال عمرك بنحطه على النار، واتفقنا مع الجار العزيز ان نعطيه شوي. حطه هنا بس خليني اضبط لك المكان. اصبر حطه هنا. يا سلام. لا لا يمين لا يمين يا شباب. هذه نارنا جاهزه الحين يا عبد الله للحم. وقت ايش؟ وقت اللحم. وقت اللحم طبعا راح نشويه ونشوي معه الصفقة. الصفقة حبيبي شوفوا هذه شنطتنا زي ما تشوفون. والله نحس ان مرتبين يعني. والله ان اساطير وتفوقنا. والله تفوقنا. هذه 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 الاصناف اللي راح نستخدمها مع حلو السكين. حلو عندنا سكين طلعتنا صح؟ اي صح ما كنا عندنا شيء. والله توني اشوف هذا شوكة. والله حلو هذا نحطه باللحم. حلو حلو. يلا يا عبد الله وقت الشوي. والله وقت الشوي. يا سلام يا سلام. هذه الحين هذه قال لك شوي ريف. صراحة ما طلعنا شيء يعني نشوي فيه بس استعملها. ما عليه ما عليه اسمع اسمع. والله ما شاء الله. هذه حط حط هذه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بس دقيقة دقيقة نروح الجار العزيز هذا. ما انت سوى والله في الرز؟ ها؟ سويت انت؟ ابد. ابشر ابشر ها شوف الرز وش ذا؟ يا سلام والله يا فنان. رغم الظروف عيستونا في ظروف صعبة. ما في ظروف. شوف شوف الدلع. شوف ما في الا ليمونة. حتى كورتنا ماخذينها ما رجعوها. ما في الا ليمونة. طيب وش هذا الرز؟ طيب احمد ربك احمد ربك ما عندك قدر. انت ما لحمتين والله لو ما جتني يسار لحمتين بس. عبد الله شوف الشوي يا حبيبي والله نجحنا. والله احنا فنانين. شوف واحد اثنين ثلاث ما شاء الله. شوف شوف سعد ارفع لي هذا ارفع لي هذا. وش ارفع لك بس؟ هذه هذه شوفه ما شاء الله مجمر. عبد الله شوف المويه شويه والله ما عاد بقى شيء. والله ما عاد بقى شيء. خلصوها 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 خلاص خلاص. حط الرز فوق القدر ذا. سلام. خلص السليق يا سعد. بالله خلص السليق. دقيقه والله هي يحسب لحم. ما تبي يحسب لحم قاعد يحرك الرز. الله اسمع 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 يا جار العزيز. ما يجي رز زي ما في لحم. ما في لحم علمت والله ما في لحم. عبد الله وش البطاطس؟ البطاطس يا حبيبي البطاطس. اقول ترى الرز خلص جاهزين. اصبر اللحم شوي بس حطها خمس دقائق عشر دقائق. الاكل وين؟ اصبر اصبر الاكل في القدر حقكم. اي بس وين نجلس؟ خيمتكم؟ لا لا وش بالنص هنا في التراب. اي نجيب فرشه. نجيب نجيب نشوف نحلها. نجيب فرشه مشتركه تاكلون من الرز حقنا وناكل من اللحم اللي عندكم. نشوف نفكر نفكر وش تحكي يا حبيبي. غلط وخلصنا شوي يا عبد الله ما شاء الله. سعد شوف هذه خلصت بدري لان ترى قطعنا صغار على قد نار. والله ما شاء الله. يلا يلا مشان مشان. يلا يلا خيمتنا. اوكي يلا يا عبد الله شل شل. بسم الله شل الشوي حقنا. وقت الصلح يا سعود. شوف الرز جاهز ويا رب اللحم عندكم مضبوط. لا جاهز بيه بصل بصل وبطاطس بس ترى باقي بطاطس. ها الرز شوي. لحظة رتب مجلس رجال ذا. اقول اقلط اقلط. وش الزيتون وين الاستضافة؟ بسم الله اشتعوا. ادخلوا ادخلوا وين الاستضافة؟ يلا 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 بسم الله بسم الله. انت بطيء. سلام على اللحم يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شوي والله ما شاء الله حلو. حياكم الله. ما شاء الله والله مجلس مبارك ما شاء الله. الله يبارك فيك. بسم الله. سمو سمو. طبختنا رغم الظروف طبعا هي فكرة التحدي كذا. يو حار والله. هي انك تسوي اكل وتطبخ وتعيش وتعتمد على نفسك. جرب جرب بالادوات اللي طلعت لك. بالادوات اللي طلعت واحد يكون قد الخطا وقد ممكن انت تضيع في البر بس يمكن ما تجيك شنطة يعني فدبر عمرك. انا طلعتنا شنطة بس بادوات محدودة. شباب مع البصل ترى حلو والله مع البصل. يا سلام يا سلام. الرز هذا مستوي والله بس حار 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 حار. الشنطة ناقصها صحن الكب ذا. اي ما طلعنا عاد انت قول لهم يحطون شاء الله بطاطس. بالعافيه بالعافيه يا شباب. نجحنا بالخطه والمهمه ولا لا؟ ليش ليش انا فرحان؟ لانه على قد الظروف. صح قد الظروف نتاجية حلوة. انا مبسوط صراحه لان الفلوق ذا اعتمدنا على نفسنا. اي والله بالأدوات. اهم شيء الاعتماد على النفس صح ولا لا؟ وتعلمنا مفاوضات. ايه صرت تاخذ وتعطي. في اكثر من درس تعلمنا اليوم. ممتاز والله يا سعود رزق. مع ما في بهارات ولا شيء ولا شيء. مضبوط والله بالله سعود لازم تجرب جرب. اي جربت جربت. طيب يا شباب احنا بناكل ان شاء الله وبعد ما ناكل بعد ما ناكل بنروح البيت ان شاء الله. هذه عجبتكم فكره المقطع كذا هو فكره تحدي. اذا تبغون جزء ثاني بفكره مختلفه كذا كشتها بطريقه مختلفه او نغير الفريق لايك او كل واحد لحاله ممكن لايك واشتراك ونشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي. مع السلامه يا شباب. يا سلام يلا بناكل مع السلامه.